طيب بحكم ان انت بتتعامل كتير اكيد مع شباب على تيك توك، وزي ما احنا قلنا قبل الحلقه قلت لي دايما معظم الناس اللي بتتابع تيك توك بيكون سنهم اصغر شويه من الناس اللي على بقيه البلاتفورمز على السوشيال ميديا. تفتكر ايه هي المشاكل اللي بتواجه الشباب اصلا عشان يلاقوا شغل، مش اللي بقى بيلاقوها وهم عندهم الشغل اوريدي؟ اوكي، طيب هو بصي عامه يعني السوق مش في احسن حالاته بصفه عالميه وفي مصر بسبب الكورونا وبسبب حاجات كتير قوي، ومعظم الشغل كمان بقى اونلاين، وبقى في حاجات كتيره اونلاين، وبقى في حاجات كمان ان يعني الماشينز بقت بتحل محل البني ادمين، ففي تغيرات كتير قوي بتحصل في العالم وبتاثر علينا في الاخر في مصر وبتحصل برضو في مصر. فالبروسيس اولا مش سهل، فالنصيحه الاولى ان احنا نبقى شويه يعني نصبر وناخد وقتنا في الموضوع ده. النصيحه الثانيه ان احنا نعرف المشكله فين. يعني انا دلوقتي السي في بتاعي فيه مشكله، هل انا مثلا لما بودي السي في محدش بيكلمني يبقى السي في هو اللي فيه مشكله. انا مثلا بعد ما بعمل انترفيو محدش بيكلمني يبقى الانترفيو هو اللي فيه المشكله. علشان اعرف المشكله دي محتاج ان انا شويه يعني اسال، مثلا لو انا عملت انترفيو مع حد ولقيت الانترفيو ما مشيش حلو ممكن اساله ايه الحاجه اللي انا ممكن اطورها المره الجايه. بصراحه مش كل الناس هتجاوبك، بس انت محتاجه تحاولي يعني تلقطي معلومات من ناس مختلفه لغايه ما تعرفي المشكله فين. النقطه الثانيه ان انا مش لازم كمان ابقى لازم اشتغل في تخصصي. طب انا ممكن اشتغل بره تخصصي الاول وبعد كده اروح لتخصصي، او ممكن اجرب حاجه جديده وابقى شاطر فيها. بالمناسبه وفي ناس كمان بتكون بتحب حاجه معينه وبينجحوا فيها وما بتكونش ليها علاقه خالص بدراستهم. صح، ودي ما بتجيش غير بالتجربه، ان انت تجربي حاجات مختلفه. انا خريج محاسبه ما اشتغلتش محاسبه ولا يوم، اشتغلت وانا في الجامعه في المبيعات وبعد كده في التسويق وكملت بعد كده في التسويق. اوكي، بس.